بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم من مكتبته في مدينة الرياض. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. الشيخ صالح، النعم كثيرة تستوجب منا الشكر والثناء على الله عز وجل، ومن هذه النعم الأمن والأمان. ماذا على المسلم تجاه هذه النعم، وما موجبات الشكر والأسباب المعينة على هذه الأنعام التي تتراءى علينا صباحا ومساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نعم ظاهرة ونعم باطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأجل هذه النعم وأعظمها نعمة الإسلام الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله إلى خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فنعمة الله متواصلة على عباده، لا سيما نعمة الإسلام الذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وترك عبادة ما سواه، هذه أعظم النعم. ثم الأمن، الأمن وهو ضد الخوف، فإن نعمة الأمن نعمة عظيمة دعا بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذريته، فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم طلب الأمن على طلب الثمرات. قال جل وعلا: فليعبدوا رب. وآمنهم من خوف، لأن الطعام والشراب إذا لم يكن معها نعمة الأمن فإن الناس لا يتلذذون بها ولا يهنؤون بها حتى يكون معها الأمن، وهو ضد الخوف. وهذه النعم الظاهرة والباطنة تستوجب الشكر لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يكون بثلاثة أشياء لا يتحقق إلا بها مجتمعة. شكر النعمة، الشيء الأول تحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث. الشيء الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعترف أنها من الله، لا يكفي التحدث باللسان بدون اعتراف القلب بها. التحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا. الشيء الثالث
أن تصرف هذه النعم في طاعة مسديها وموليها وهو الله سبحانه وتعالى، فيستعان بهذه النعم على طاعة الله عز وجل، لا يستعان بها على الكفر والفسوق والعصيان، بل يستعان بها على طاعة الله. فإذا تمت هذه الأشياء الثلاثة تحقق الشكر، وإذا اختل واحد منها لم يتحقق شكر النعمة. وعلى كل حال نحن ولله الحمد الآن في هذه البلاد، في هذه البلاد في أمان وأمن وفره الله لنا، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نستديم هذه النعم بشكر الله عليها، وأن نستعين بها على طاعة الله عز وجل، نصرفها في طاعته ومرضاته. هذه الأمور لا بد منها في مقابلة النعمة، وإلا فإنها إذا لم تشكر فإنها تتحول إلى نقمة، كما قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله العافية وأن يوفقنا لشكر نعمه الظاهرة والباطنة، إنه قريب مجيب. نعم، شكرا لكم الشيخ. نذكر السادة المشاهدين لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، تليفون البرنامج سيظهر على الشاشة قريبا، نرجو أن تكون الأسئلة في محيطنا الشرعي وأن تكون مختصرة، وأيضا أن يكون المتصل عبر الهاتف وبعيدا عن جهاز التلفزيون. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للفوائد من الصلوات، لأنني كنت تركت أكثر من شهرين لم أصلي، والآن واظبت على الصلوات في أوقاتها، هل أعيد تلك الصلوات التي تركتها؟ نعم، تعيد هذه الصلوات التي تركتها تكاسلا، تركتها تكاسلا مع اعترافك بوجوبها وفرضيتها، فإنك تقضيها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن ترتبها، لا بد من الترتيب بالشهور ثم بالأيام ثم بالأوقات، تصلي صلوات اليوم الواحد مرتبة واليوم الثاني هكذا حتى تفرغ منها، تستعين بالله على ذلك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. السائل أبو عبد الله من جدة له الحقيقة أكثر من سؤال، في سؤاله الأول يقول: ما مفهوم العبادة في الإسلام؟ العبادة في الإسلام غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل، هذان القطبان اللذان يدور عليهما فلك العبادة، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. والعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، والعبادة أنواع كثيرة،
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تكون العبادة بالبدن، تكون العبادة بالقلب، تكون العبادة بالمال. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وما يحبه الله ويرضاه قد شرعه لعباده. نعم. نبدأ بالاتصالات ونأخذ المتصل خالد من أبها. تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير جميع. تفضل. حياكم يا شيخ صالح، جزاك الله خير. تفضل. أنا وكيل لورثة، أبوهم توفي ويعني عندي لهم مال ورثوه عن أبوهم. أبوهم لم يحج حجة الإسلام، فهل يجوز لي أن أخرج من مالهم لأبوهم يعني حجة، مع أنهم يعني باقي قصر الأيتام صغار؟ نعم، هذا من الحقوق المتعلقة بعين التركة قبل الميراث، وهو حجة الإسلام، منها حجة الإسلام دين لله عز وجل، فلا بد من المبادرة بتعميد من يحج وإعطائه ما يكفيه لنفقته في الحج ذهابا وإيابا. نعم. بقي شيء أبو خالد؟ شكرا. شيخ صالح حفظكم الله، ذكرتم مفهوم العبادة في الإسلام، وفي فقرته الثانية يا شيخ يقول ما مكانة التوحيد بين سائر العبادات؟ التوحيد هو رأس العبادات، لا تصح العبادات ولا تقبل عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، أن تكون نية العبد في هذه العبادات خالصة لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا طمعا دنيويا، وإنما يريد وجه الله. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم لله، هذا الإخلاص لله والتوحيد، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالشرط الأول وهو إخلاص ينافي الشرك، الشرط الثاني وهو المتابعة ينافي البدع والمحدثات. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال يا شيخ، يقول السائل فيه هل يؤخذ بالرؤى المنامية، حيث رأيت والدي يقول إذا جاءكم عارض صحي أو مرض تذهبوا إلى تلك المرأة الصالحة لتعطيكم العلاج؟ مثل هذا لا يعمل به. الأصل في الرؤيا أنها حق، ولكن لا يعتمد عليها في الأوامر والنواهي والتشريعات، لا يعتمد على الرؤى والمرائي في المنام، هذه إنما تؤخذ من الكتاب والسنة. نعم. معنا اتصال، تفضل. سلمان من الرياض. السلام عليكم. يا أخي معنا على الخط. طيب، فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردتنا يقول السائل بالنسبة لإفشاء السلام على المتردد على المجموعة، فضيلة الشيخ هل يسلم كلما دخل المجلس وخرج؟ نعم، يسلم إذا جاء إلى المجلس يسلم ويرد عليه بعضهم، ما هو لازم يردون كلهم، هذا واجب كفاية، إذا قام به من يكفي عن الباقين. نعم. أحسن الله إليكم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا فرقت بينهم شجرة وهم يمشون في الطريق، إذا فرقت بينهم شجرة ثم التأموا يسلم بعضهم على بعض. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول بالنسبة عندي زكاة، فهل أدفع الزكاة لبناء المساجد في قريتي الصغيرة حيث لا يوجد فيها مسجد إلا بعيد؟
لا يجوز هذا. الزكاة حصرها الله في 8 أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 مصارف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فلا تخرج عن هذه الأصناف 8 في الأعمال الخيرية: بناء المساجد والمدارس، هذه تمول من التبرعات والصدقات المستحبة، ولا تمول من الزكاة. نعم. بعض الذين يقومون بقراءة الرقية يأمر المريض يا شيخ بأن يقرأ سورة البقرة كاملة في جلسة واحدة، والبعض الآخر يقول ليس هناك دليل يخصص ذلك، هل قراءة البقرة كاملة على المريض فيها شيء؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا. قراءة البقرة كاملة هذا يشق، ولا ورد به دليل، إنما يقرأ على المريض السور الثلاث: سورة الإخلاص والفلق والناس، تقرأ عليه سورة الفاتحة، ويعوذ بالتعويذات الشرعية، وهذا من أعظم الأسباب للشفاء بإذن الله. أما قراءة البقرة كاملة فهذا ما ورد به دليل أنه تقرأ على المريض، إنما ورد أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. أحسن الله إليكم. نذكر مرة ثانية السادة المشاهدين بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح، وتليفون البرنامج يظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بالبرنامج. فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما علاج ما أصيب به البعض من الناس في وقتنا الحاضر من قلق نفسي واضطرابات وهموم وأحزان؟ هذا يعالج بأحد أمرين: إما يكون مرضا نفسيا يرجع فيه إلى الأطباء النفسانيين ويصرفون له علاجا مناسبا. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والشيء الثاني مما يعالج به هذه الأمراض، ما يعالج به هذه الأمراض الأدوية الطبية عند الأطباء المختصين. نعم. أحسن الله إليكم. أرجو أن تشرحوا. فضيلة الشيخ يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، القرض الحسن إنما يكون القصد منه الإرفاق، قضاء حاجة المحتاج ثم يرد بدله، وهذا فيه أجر وثواب من الله، وهو القرض الحسن. أما القرض الاستثماري هذا ربا، لا يجوز أخذ الفائدة على القرض، لا النقود ولا المنافع التي يشترطها المقرض على المقترض، ما يجوز هذا. كل قرض جر نفعا، أيا كان هذا النفع ماليا أو معنويا فإنه ربا، لأن القرض يكون حسنا، لا يكون فيه استثمار، ولا يكون إنما يكون القصد منه قضاء حاجة المحتاج ثم يرد بدله. نعم. معنا اتصال سعد من عرعر، تفضل. معنا اتصال سعد من عرعر، تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. لا يا شيخ، أنا مقتدر ولا تممت الولد لي، عمره الحين 1 سنة وشهر. والسؤال الثاني: أخوي توفى نهاية
آخر يوم من رمضان، كان صايم وأفطر على صلاة الظهر، وبعد سبحان الله جرى السكتة القلبية وتوفى. وش كفارته يا شيخ؟ طيب شكرا. نعم، السؤال الأول يقول بأنه قادر ولم يتمم لولده فضيلة الشيخ حتى الآن. ما فات شيء، يتمم له الآن، ما فات شيء الحمد لله. عن الذكر شاتان وعن البنت شات واحدة، ما فات شيء، بإمكانه يعمل العقيقة الآن. والسؤال الثاني، توفي الذي مات في نعم الذي يصيب بمرض وهو صائم ومات في هذا المرض، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء والحمد لله. نعم، وصلنا هذا السؤال فضيلة الشيخ بالنسبة لثواب التلاوة، تلاوة القرآن الكريم، هل تصل إلى والدي الميت؟ هذا ما ورد فيه دليل، قراءة القرآن للأموات ما ورد فيها دليل، وكل عبادة ليس لها دليل فهي بدعة لا تجوز ولا يصل وليس لها ثواب. وإذا أردت نفع والدك فإنك تنفعه بالأشياء المشروعة مثل الصدقات، مثل الدعاء والاستغفار له، مثل الحج والعمرة عنه. نعم، فضيلة الشيخ هذا يسأل عن سجود الشمس تحت عرش الرحمن، هل ورد فيه شيء؟ نعم، ورد فيه دليل صحيح، وسجود كل شيء بحسبه، سجود كل شيء بحسبه، والله جل وعلا يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. منهم من يسجد إجباريا بما يجري عليه من أقدار الله التي لا حيلة له في دفعها، ومنهم من يسجد اختياريا وهو المؤمن الذي يسجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، من الأسئلة التي وردت في البرنامج يقول السائل الشيخ، هل المطلوب حفظ القرآن أم التدبر؟ كلاهما مطلوب، يحفظ القرآن ويتلوه ويتدبر، لأن حفظ القرآن وسيلة للتلاوة، والتلاوة وسيلة للتدبر. نعم. طيب ناخذ عبد الله من القويعية، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مساك الله خير يا شيخ. مساك الله بالخير. طول العمر عندي يا شيخ عمامي توفى قبل مدة ولم ينجبوا، وواحد من المشايخ يعني دينه ردي شوي، فما ادري وش الدعاء اللي يدعي لهم يعني. نعم، تصدق عنهم، استغفر لهم، ادعو الله لهم، اعمل لهم الأعمال الطاعات والقربات وتهدي ثوابها إليهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخ، هل يجوز اتخاذ صوت الآذان بدلا من النغمات في الجوال؟ لا يستعمل الأذان والذكر لأجل الجوال وتنبيه الجوال، ما يتخذ هذا، هذه عبادة ما تتخذ لأجل التنبيه على المكالمة. إمكانه يجعل في الجوال منبه المعتاد. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل، بعض الناس يعتقد بأن تسمية طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا غلط، ليست من أسماء الرسول ولا اسم غيرها أيضا. طه حروف مقطعة، طه كسائر الحروف المقطعة في أوائل السور، مثل ياسين أيضا، ياسين ما هو اسم، هذا ياسين حروف مقطعة، لكن الناس جعلوها اسم وهي ما هي اسم. نعم، يقول أبو إبراهيم الشيخ، أرجو أن تشرحوا حديث فيما معناه بأن الرسول جمع من غير عذر ولا مطر. فسره الأحاديث الأخرى، وهو الجمع للعذر، إما سفر وإما مرض وإما مطر، تفسره هذا الحديث مجمل،
أو متشابه تفسره الأحاديث الموضحة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. خالد من الرياض، تفضل يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله. في سؤال بخصوص، يعني نود كلمة وتوجيه من فضيلتكم عما يحدث في بعض الشبكات الخاصة من عمل مختلط بين الرجال والنساء، وصفور وتبرج وكسر الحواجز بين الجنسين، نامل منكم توجيه بهذا الخصوص. شكرا. وهل يجوز العمل في مثل هذه البيئة المختلطة؟ شكرا لك. الاختلاط الذي يدعو للفتنة أمره محرم ولا يجوز، لا في الشركات ولا في غيرها، ومن رأى شيئا من ذلك فإنه يرفع لرجال الحسبة، يأتون وينظرون في الواقع ويعالجونه على ما عندهم من إمكانية، ولا يترك المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والاختلاط بين الرجال والنساء الذي يحدث الفتنة هو الخلوة بين الرجل والمرأة، والسفر، سفر المرأة بدون محرم، كل هذه وسائل تجر إلى المنكرات، لا يجوز. الوسيلة لها حكم الغاية. نعم. في رمضان هل لا بد يا شيخ من الإفطار على تمرات؟ وإن لم يجد تمرات ماذا يعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، وإذا لم يجد يفطر على تمرات، إذا لم يجد يفطر على حسوات من ماء، جرعات من ماء عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن العقار، يقول أنا أبيع وأشتري في العقار وعندي محل، ما ضابط العربون الذي يأخذه العقاري؟ وإذا لم يتم العقد هل يرجع العربون؟ هذا حسب العرف الجاري، حسب العرف الجاري عند الناس، وهذا يسمى السمسرة، الذي يقوم بتولي بيع العقارات نيابة عن أصحابها، هذا يأخذ سمسرة، يعني اللي يسمونها السعي، ويكون هذا يرجع إلى العرف عند الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لتفسير الجلالين يقول أقرأ به، ما رأي الشيخ فيه؟ تفسير الجلالين تفسير مختصر، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، لرجلين لعالمين، فيه تأويل على مذهب الأشاعرة، فيه تأويل للصفات. والإنسان الذي يعرف عنده تمكن في العقيدة لا بأس أن يقرأ به ويستفيد منه، أما الإنسان اللي ما عنده معرفة بالعقيدة فيتجنبه، لأنه قد يعتقد ما فيه من تأويل الصفات. نعم. أحمد من جازان، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، هناك داعية يقول الروايات التاريخية التي اعتمد عليها المفسرون أن الله عز وجل بعث ملكا جاء في بعض الآثار أنه جبريل إلى الأرض ليأخذ منها قبضة من تراب، فلما أتى إليها استعاذت الأرض بالله منه فأشفق عليها وعاد، فسأله ربه قال ربي إنها عادت بك فعذتها، فبعث الله عز وجل ملكا آخر قيل إنه ميكائيل فكان حاله كحال جبريل، ثم بعث الله عز وجل ملكا آخر ثالثا غير جبريل وغير ميكال، فلما قالت له الأرض كما قالت لصاحبه أعوذ بالله من، قال وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره، فقبض قبضة من التراب ولكنه جعلها متفرقة من طرائق شتى، ولهذا كما ترى في بني آدم اختلف ألوانهم، اختلفت ألسنتهم، اختلفت حتى طباعهم، فما صحة هذا وجزاكم الله خيرا؟ يحتاج إلى إثبات من أين أخذ هذا الحديث، يبين المصدر الذي أخذه منه والسند
الذي ورد به، قد يكون هذا من الإسرائيليات. ونعم آدم خلق من تربة الأرض، من تراب كثيرة من الأرض مختلفة، ولذلك اختلفت طبائع بني آدم، لأن مجموع من الأرض. هذا في حق آدم عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: بالنسبة للعسل، هل عليه زكاة وكيف تقوم؟ الذي يبيع ويشتري العسل فعليه زكاة العروض، يعني يصير من عروض التجارة. أما الذي ينتج العسل ففيه الزكاة عند الحنابلة، إذا بلغ 160 رطلا فيه الزكاة، لأنه يعتبر من الخارج من الأرض. نعم. يقول: ما الفرق بين بيع التورق ومسألة العينة؟ التورق والعينة، العينة إذا باع اشترى سلعة بثمن مؤجل، اشترى سلعة بثمن مؤجل ليرتفق بثمنها، يبيعها على آخر ويرتفق بثمنها، هذه التورق. أما العينة يشتري سلعة بثمن مؤجل يستدينها من شخص ثم يبيعها عليه، على نفس الشخص الداين، بثمن حال أقل من المؤجل، هذه مسألة العينة، وهذه حرام. سميت عينة لأن البائع رجع إليه عين ماله، وقيل سميت عينة من العين وهي الذهب، لأن القصد منها الحصول على النقود. نعم. نأخذ المتصل محمد من مكة. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، فيه حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الفتح الاثنين والثلاث والأربعاء، وكان يدعي بين صلاة الظهر والعصر، فاستجيب له يوم الأربعاء. يقال أن هذه من السنن المتروكة، ما أدري صحة الشيء هذا والحديث هذا. لا ما هو بسنة، لو سنة فعله الصحابة وتحراه الصحابة، إذا كان استجيب له فلا يدل هذا على أنه خاص بهذا المسجد. الدعاء يستجاب، قال ربكم ادعوني استجب لكم، ما هو خاص بمسجد معين إلا ما ثبت بالدليل تخصيصه. نعم. الأذان يوم الجمعة الأول والثاني، هل ورد فيه شيء شيخ؟ الأذان الثاني هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عند دخول الوقت مثل محل أذان الظهر. وأما الأذان الأول إنما كان في عهد عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، لما كثر الناس في المدينة وتفرقوا في المزارع وفي البيع والشراء، احتاجوا إلى أن ينبهوا لقرب صلاة الجمعة، فأمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الأول لتنبيه الناس ليتهيئوا لصلاة الجمعة. وهذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت من جدة سلمة تقول: بالنسبة لليلة 27 من رمضان، فضيلة الشيخ، هناك من يخص هذه الليلة فقط بمزية ويترك بقية الليالي في شهر رمضان. ما يجزم بأن ليلة 27 هي ليلة القدر، لكن يتحرونها في ليلة 27 أكثر من غيرها، فمن اجتهد في ليالي الشهر كلها فقد صادف ليلة القدر، وأيضا صادف قيام ليالي رمضان، يجتمع له الفضيلتان. أما من اقتصر على ليلة معينة من رمضان على أنها ليلة القدر فقد لا تكون ليلة القدر، لا تكون ليلة القدر. نعم. خالد من أبها، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. والسلام. عندي سؤالين. تفضل يا خالد. السؤال الأول: ما حكم الشخص اللي يوقت منبه ساعته
الاستيقاظ للدوام ولا يصلي الفجر في وقتها. طيب يجاوب الشيخ لحظة. نسأل الله العافية، هذا ظالم لنفسه ومضيع للصلاة، يدخل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون آخرونها عن وقتها، وفي قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وذلك هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي، ويداوم على ذلك متوعد بهذا الوعيد الويل والغي، نسأل الله العافية. نعم. السؤال الثاني خالد، ما هو آخر وقت أوقات الصلاة؟ الوقت له أول وله آخر، وقت الظهر بزوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يدخل وقت العصر ويستمر وقت العصر إلى اصفرار الشمس، هذا الاختيار، والاضطرار إلى غروب الشمس، وقت المغرب يدخل بغروب الشمس ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يدخل وقت العشاء يستمر وقت العشاء إلى طلوع الفجر. نعم. شكرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول يشتهر عند العامة أنهم يمسحون على الخفين 5 صلوات يا شيخ فقط، ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، يمسح المقيم يوم ليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، بشرط أن يكون الملبوس ساترا ضافيا على الرجل، ويكون صفيقا لا ليس شفافا، وأيضا أن يلبسه على طهارة بعد تمام الوضوء، يلبسه على طهارة فيمسح عليه المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، ما هو بالأوقات، ما هو 5 صلوات أو 10، إنما هذا بالمدة، يعرف بالمدة. نعم. المحدث يا شيخ، هل يصح له أن يمس المصحف أو كتب التفسير؟ كتب التفسير لا بأس، أما مس المصحف مباشرة من غير حائل لا يجوز للمحدث، في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. بالنسبة للتداوي بالقرآن هل هذا جائز يا شيخ؟ الرقية، تداوي بالقرآن يعني الرقية، والرقية مشروعة بالقرآن. نعم. يقول بعض الناس يا شيخ إذا ضاع للإنسان مال أو حاجة أو شيء من أمور الحياة وقال 100 مرة إنه على رجعه لقادر وجد ذلك الضائع، لا أعلم دليلا على هذا، وقوله إنه على رجعه لقادر هذا البعث، إن الله قادر على أن يعيد الإنسان كما خلقه أول مرة. نعم. يقول الشيخ هذا السائل، ما الفرق بين الرياء ومقصد تحسين العمل بهدف رسم القدوة الحسنة؟ بينهما فرق، إذا كان قصده يقتدى به في الخير هذا مشروع طيب ويكون قدوة في الخير، أما إذا فعله لأجل يمدح أو ليثنى عليه هذا هو الرياء والسمعة، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ، تخصيص رجب بعبادة وصلوات وأيضا بعض العبادات من قيام ليل وغيرها، هل ورد ذلك شيء؟ أبدا، رجب ما ليس له خاصية إلا أنه من الأشهر الحرم، إن الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 سرد و1 فرد وهو رجب الحالة، يحرم فيها القتال. نعم. يقول الشيخ هذا السائل بأنني أتساهل عندما أداعب زوجتي بالطلاق، فأقول بأنني طلقتك في قلبي ولم أتلفظ به، التلاعب بهذه الألفاظ يتلفظ ويقول ويقول أنا ما قلت، هذا تلفظ به فيقع عليه الطلاق،
إذا كان صريحا يقع، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة، لا يجوز التلاعب بالطلاق ولا التلفظ به، خطير هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل سلطان من الرياض يقول: من أسقط تراب أو جدار على مجموعة من القطط وهو لا يدري عنهن فماتت بعض هذه القطط، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكن إن كان متعمدا يأثم، وإن كان غير متعمد فلا شيء. يقولون فضيلة الشيخ بأنه أفضل من ثلاثة أيام من كل شهر، وحيث ترفع فيه الأعمال إلى الله. كله وارد في الحديث الصحيح، ثلاثة أيام من كل شهر، هذا في الحديث الصحيح، لأن الشهر 30 يوم والحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من الشهر فكأنما صام الدهر، وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، وهو وصية لأمته، وكذلك صيام الاثنين والخميس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما، ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. ياسر معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال، بارك الله فيك. نعم تفضل ارفع صوتك ياسر. يا أخوي الله يبارك فيك، أنا مقيم في سهاني، مقيم أنا يمني، ويوم الجمعة علي خطر وبعيد عني المسجد، وما أمي قال لي خلاص أروح عدل يوم يتعددنا ويوم يدي صلي لك في المكان. طيب شكرا. ايش يقول؟ يقول بأن المسجد يوم الجمعة بعيد ويصلي في مكانه فضيلة الشيخ. إذا كنت لا تسمع الأذان، المسجد بعيد عنك ولا تسمع الأذان، صل في مكانك، وإذا كنت تسمع الأذان فلا بد أن تذهب وتصلي مع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. هذا السائل أرسل بهذه السطر يا شيخ، يقول: قرأت في أحد الكتب قال بعضهم إن البدعة تقال في كل شيء يعمله الإنسان تدينا لم يثبت شرعا. نعم، يوافق الحديث: من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. شكر الله لكم شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان فضيلة الشيخ العلامة حفظكم الله على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات بهذا اللقاء الطيب المبارك، استفدنا من توجيهاتكم وهذه الإجابات الموفقة المبنية على الكتاب والسنة. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ يزيد بن محمد الماضي، محمد عبد العزيز الحامد، بقية الزملاء معي هنا في استوديو الرياض من الفنيين والمخرجين، هذا زميلي ناصر القمي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.